ابو نايف، ايش رايك في بعض الوسائل الاعلاميه يعني في الفتره الاخيره اشتغلت على ضرب بعض الفئات المجتمع الكويتي؟ تعتقد هذا خطا؟ من يتحمل هذا الخطا في الاساس يعني؟ والله طال عمرك دايم يعني مصادر الفتنه دايم في كل ترى كل وقت وكل زمان. صدقت. لكن عندما يكون الناس يقضين ودايب يعني وش يسبب الحروب الأهلية؟ ما يسببها أول النار مستصغر الشرار. صدقت. فيعني المفروض أن يعني يكون هناك نظام عادل رادع، تطبيق القانون، تطبيق القانون والردع. حلو. الردع يعني أنا في تصور أني أن أي واحد يبي يسلك أو يبي يلوح بتهديد أو بيتعدى على ناس عندما يوضع فالنظارة يعرف أن في دولة يحكمها نظام يحكمها قانون وإنسان له حق يأخذ حق. حلو. وهذا وضع حنا يعني دائم لما الله يحفظ الأمير قلت له اللي في الشرطة وفي الجيش وفي الحرس الوطني عيالك، والله لو تقول الواحد راح جيب أخوك اللي يجيبه لك بحبل ويسلم لك. صدق. يعني ما يمكن، يعني احنا ما احنا شعوبيين، احنا ناس ننطوي حدر بلد يحكمه حاكم ويستعين بنظام قايم وفيه نظام عدلي للقضاء، حق القضاء مكفول بين الناس. صدقت. لكن ان الناس متى تلجا للقوة؟ لم يكن فيه فوضى. لما اروح انا ابشتكي وما اجد من يشكيني، وين اروح؟ روح اخذ بيدي، اذا اخذت بيدي الثاني اخذ بيده، صارت فوضى والخطا ما يصير فوضى الوضع. فنامل ان شاء الله ان احنا نرجع لموضوعنا اللي احنا دعيتونا عليه. باذن الله. باذن الله احنا حاد نتكلم على كل المواضيع باذن الله. خلني اروح على موضوع التنميه. ايش رايك في التنميه؟ يا طويل العمر، قبل التنميه الحكومه عندما تقدم فور تشكيل هالمجلس الأمة تقدم برنامج عملها على 4 سنوات نفاذ الحكم المادة 98 من الدستور. Okay. الحين الحكومة صار لها سنتين برنامجها، نسمع فيها الندوات ونسمع فيها القنوات وعلى هالصحف وما لمسنا من شيء. جو خلطوا التنمية. التنميه غير وبرنامج الحكومه غير. ايش الفرق بينهم؟ كلها مرتبطه مع بعضها. اي طال عمرك، التنميه معروف تنميه البشر. التنميه البشريه. التنميه البشريه اذا بغيت تعد دوله عد بشر. صدقت. كل ما تعد الرجال تعد دوله. صح. هذه اول تنميه هي التنميه البشريه، وبعدين التنميه الفوائض المالية اللي عندك كيف تنميها؟ استغلالها تنميها. وبعدين الحمد لله يعني الكويت ما هي بمن يعني تنميتها اليوم. الكويت من يوم عاشت وتدفق البترول فيها وهي قاعدة تنمي نفسها، هي أفضل ما في المنطقة من يوم أنها جاء البترول فيها. حلو. لا على مستواها الإسكاني ولا على المواصلات ولا على الصحة ولا على التعليم ولا تنمي حالها، حتى نمت فوائضها حتى وصلت قبل الغزو الغاشم وصلت ما يقارب تقريبا 130 مليار دولار كان فوائضها تعادل المصروفات أو تزيد قليلا. وبعدين جاء الغزو الغاشم أحرق الخضر واليابس، 720 بير احرقت لو ما فيه رجال يعملون ما رجع الكويت كما كان وافضل ان شاء الله. وبوحدتهم وتماسكهم. وبعدين فيه هناك يعني نظريه اصلاحيه. يعني شف ان لما حنا في جده ولوح
بوش إن والله صدام قبل لا حتى ينوي في إحراق البترول، قال إذا أحرق صدام البترول في الكويت أحرق الأبار اللي في العراق. وحنا كنا جالسين عند الشيخ سعد في قصر المؤتمرات، حلو، قلت تراه يبي يفطرونه على أساس يحرق البترول علشان يزير كلفة التحرير على الكويت. خذنا ثلاثة أيام يحرق البترول، أبار العراق ما انحرقت. وبعدين جت فرق تداركت الحكومة وحطت لها فرقة كويتية وجابت لها فرق من كل دولة. صدقت، شفت، والله أطفها البترول وطفى فيه مدة وجيزة. كانت نعمة من الله سبحانه، دعم من الله. وبعدين في جهد، لو ما في جهد وفي تفكير وفي ناس تخطط ما حصل. نعم نعم، فهذا دليل أنك أنت لما تشرك المواطنين وتقف أنت على شغلك تقضي على غيرك، لكن لو ترك على هالشركات الأجنبية كان يمكن يلان وبعض أبار البترول ما طفت، ينتهي غازها اللي في وسطها من مخزونها وهي فيعني نعمل إن شاء الله مثلا خطط هالتنمية، يعني التنمية هالي يعني لوحوا فيها وهم والناس فيها يعني عطوها أكبر من حجمها، وبعدين المبلغ اللي انفق فيها وانشروه بالجرائد 35 مليار هذا كبير على بلد تعداد سكانه مليون. صح، يعني مو وضع مو يعني أنت إذا بغيت فيه هناك فوائض تنميها في عايد هذه ما يخالف، لكن فوائض تبي تاخذها وتنفقها في مشاريع، المشاريع هذه فيها عايد استثماري، المشاريع هذه فيها تنمية بشرية، المشاريع هذه فيها إصلاح استحداث مصافي جديد أو تحديث مصافي قائمة، كل الكلفة هذه الحقيقة طلع اسمها ما حليناها، مع العلم أن اللي على هالتنمية شخص شاب نشيط ومخلص الشيخ أحمد لكن أن ما تخلط برنامج الحكومة اللي منصوص على في الدستور وغاب عن المجلس، المفروض أن المجلس زي ابو نايف خلنا نعطي فرصة للحكومة، لا يفرز طال عمرك، المفروض نعطي فرصة أربع سنين له ما يخالف، لكن المفروض طال عمرك أن المجلس الأمة يعني مع احترامي له وثقتي في أغلبية أعضاء يعني المفروض أنه ما يعطي الحكومة فرصة وزير واحد يلف هالتنمية ويتبناها، يعني هو الوزير المختص. إيه بس صعبة عليه، صعبة بس مع أجهزة تنفيذية. لا الأجهزة التنفيذية هي قايمة قبله. إنزين أنت هالحين عندك في وزارة الدولة ثمان لجان أو تسع لجان، إنزين في لجنة اقتصادية وفي لجنة صحية وفي لجنة تعليمية وفي لجنة خدمية وفي لجنة تشريعية في لجنة اقتصادية، كل اللجان هالقائمة هذه في مجلس الوزراء يقابلها لجان في مجلس الأمة. طيب جيب برنامج الحكومة المنصوص على بالدستور، وإذا بغيت تاخذ التنمية اللي هي في مفهوم الناس كلها، التنمية اللي هي التنمية المالية الاقتصادية أو التنمية البشرية، انفرد فيها كيفك، لكن تجي وتحط جسر بوبيان أو جسر جابر 700 مليون، هذا صعب، فيه مبالغة، وبعدين أنت عندك شركات ممكن تنفذه، إحنا ما نبي عقدة بس هذه مر على مهندسين في وزارة الأشغال وأكثر من مرة طرح وسحب، يعني يقول لك المبلغ هذا معقول يعني حسب لكن المعيار وشنه المعيار أنت علشان أول شيء عندك لجنة اسمها لجنة المناقصات، يعني قصدك طريقة عمل لجنة المناقصات طيب صحيح؟ لازم طال عمرك لجنة المناقصات لازم تدعم في كفاءات مهنية، والكفاءات المهنية هذه هي اللي تقيم المشروع قبل طرحه. يعني تبي تقول نغير قانون لجنة المناقصات؟ ما تغير، هي قائمة اعدل أنت. أنت ليش تودي المشروع هذا وتقول أنا بحط أبجيب بنك وبجيب شركات عالمية وبجيب ما في داعي.
أنت عندك فيه مشاريع شركاتك المحلية هذه قادرة عليها، خلها تنافس. بس هذه تقنية جديدة، ما عمره سوينا جسر بهالأسلوب. لا لا فيه أبد، لا إله إلا الإنسان يعني ياخذ خبرات. خذين الحين أكبر شركة كورية إنها متضامنة مع الشركة الفائزة وتنفذ المشروع. بس المبلغ هذا مو هو اللي يقوله، كل الناس يقولونه. يقولون لو طرح على شركة الأحمدية ولا شركة الحمراء ولا شركة الخرافي ولا شركة المشاريع الكبرى، كلها تقدمت الشركات هذه معاها شركات أجنبية. لا ما تقدمت، لا ما تقدمت. المشكلة يعني إن فيه عقدة الأجنبي عندنا، وقد يكون بعد عقدة الوكيل. وشنو المشكلة أن يجيب أجنبي؟ ليش نخاف من الأجنبي؟ نستفيد من خبراته. بيخالف أنت جيب أجنبي بس ما تجيب كوري واحدة. ليش ما نجيبوا متقدمين عنا هذول؟ جيب كوري ونايف يعني الكوري، وجيب فرنسي يعني احنا وجيب من أوروبا الشرقية، وفي كلهم قادرين على تنفيذ هذه الشركات. هذه الشركات متقدمة يا ابو نايف، شركات متقدمة. شوف أنت، احنا لا نملك حتى خبراتها. لا لا طال عمرك، عندما تتوفر الشروط والمناقصات أنت قبل لا تطرح شيء لازم أنت تعمل له دراسة. عملوا الدراسة؟ لا ما عملت دراسة ولا عملت كلفة ولا عملت شيء. ونعم هم اللي خليتهم يجون ويقولون لك هذه المواصفات هذه حنا ناخذها بها القيمة. ايش رأيك على مستوى التعليم والصحة اللي عندنا بالكويت وأزمة غلاء الأسعار، مرة سمك مرة بطاط مرة هذه الأسعار، ايش رأيك؟ كلمني على هالقضايا. شوف طال عمرك الآن الصحة بعد التحرير، الكويت ترى يختلف. ترى الكويت قبل التحرير أفضل طبعا. أنت عندك كان عندك جالية نشيطة، جالية فلسطينية نشيطة. شفت؟ وبعدين المتكاسل يحذفها على الغزو. أخذنا تقريبا 6 سنوات كل مصيبة نحولها للغزو، وتحملت الدولة من الغزو ليوم كل يوم ما يقل عن 900 مليون كلها نفقات علاج بالخارج، وهذه مبلغ ضخم وشابه شوائب كثيرة ما ود الواحد يعني عارفين يطيل في حدسها، ما في لزوم لها. يقول حسين بالماضي نقصنا بالعقل، بس المهم انك يعني تستعيد تاخذ من الأخطاء هذه انطلاقه. 900 هالمليون اللي راحت لو حطيت فيها كذا مستشفى، لو جبت فيها كذا عقليه فذه، لو تجيب لك 10 أطباء في كافه متخصصات اشخاص وتدرب معهم، كل واحد تدرب معه 5 كويتيين، شو يطلعون لك جيل صحيح. شوف فالوضع هذا يعني يحتاج الان، اللي مضى بس اللي الان انا اسمع انه يبي يقام 10 أبراج صحيه. صح الكويت انا في نظري ما تحتاج 10 أبراج صحيه في ظل مستشفيات اللي اليوم موجوده، لكن عندنا عبء ما حنا مكلوفين فيه. عندنا 2,300,000 نسمة العمالة الوافدة هذه، يا أخي لا الشركات اللي جابتها ولا الأفراد اللي جابتها قبل لا تعطيها إذن عمل ولا تجدد لها قامته يجيب لك تأمين صحي وحوله على القطاع الخاص. هم يدفعون تأمين صحي؟ أقول لك وخله على القطاع الخاص، ليش تخليه تجي وتحشره عندي بالفروانية ولا تحشره عندي بالجهارة ولا بالأحمدي ولا بمبارك الكبير ولا بالأميري؟ بس هذا حقهم، يعني حقهم بالعلاج، يعني حقهم بالعلاج في مستشفيات. الدولة ما وفرت طريق ثاني، في مستشفيات خاصة حولها لهم يرحبون فيهم. الحكومة طرحت مبدأ الشركات الصحية وقلنا لا إحنا طبعا. أنت الحين حولهم، أحد قال لك أحد ردهم من المستشفيات الخاصة؟ المستشفيات الخاصة الحين قادرة على استيعاب 2,000,000 لما ضعف الشعب الكويتي مرتين؟ طيب كلهم مرضى ذولا؟ ما هم مرضى ذولا، كلهم جايين شباب، ويمكن حتى 5% ما يمرضون منهم. إيش حق يروحوا المستشفيات؟ يروحوا لمستشفياتنا هنا بلاش،
يعني انت تحط مبدا دفع الرسوم. طبعا مو دفع الرسوم، انت دافع اوريدي. شخص اخذت من 100 دينار ولا 50 دينار اعطيته بطاقه يروح يتعالج بلاش. ما يخالف، بس هو دفع رسوم، قالت 50 دينار الحكومه، قال هذه 50 دينار. خلاص يحولونه، ليش يجيبونه لي ويخلون المواطن اللي منه جاء العلاج عليه ضنك. شباك العلاج هذا علشان تاخذه تبيك تقعد لك ساعات، ساعة علشان تاخذ علاجك حبتين من صيدلية المستشفى. شفت دكتور، الدكتور معروف انه ما يعالج اكثر من 60 مريض، تجي له عنده 340 يعني. فهذا الوضع هذا مو صحيح، الوضع هذا نجم عن في سوء تخطيط في توزيع المواطن لحق، والوافد له رعاية، لكن الرعاية وفرتها من خلال المنشأتها اللي جابتها. هالعمال رب العمل هل إجابة إن سواء خدم ولا إن سواء وفق المادة 18 ولا أي من مواد العمال الموجودة، تأخذ من حصة وتحيل المستشفيات. كلامك الخاصة. جميل بنائي. يعني في هذه رايح يخفف طال عمرك العباء على الصحة. إحنا عندنا مشكلتين، عندنا مشكلة العلاج للعمال هالوافد، لا العلاج اللي بالخارج نعمل إن شاء الله إنه بعد هال يعني اليوم الوزير كل يوم يوقع عقود مع يعني معاهد ومع شركات لتطوير المستوى الصحي بالكويت. المستوى الصحي بس انك علشان انك تنهي ويرتاح المواطن وتستقر، لانك انت ما تقدر تبني تنميه الا انت عارف ان حجم السكان. صح. السكان المعروف يعني النمو الطبيعي للسكان 3%، يعني ما يزيدوا. لكن أنت هالحين في خطة التنمية هل أنت حاط يقولون يبي يجيبون 600,000 عامل، هذه وين تأخذها؟ فالوضع يعني وضع ما هو صحيح. وبعدين طال عمرك هالحين بيحطون مصرف ويحطون ويحولونه للبنوك المحلية. طيب أنا ليش أنا إذا أبغى البنوك هو يروح لها؟ أنت شخص عندك مقاولة أعطيتها هالمقاولة أيا كانت في أي مرفق من مرافق الدولة، أعطيته مقاولة وقريتها له، إذا خلص فيه عندك مستخلصات للمقاولين. نعم. تعطيه مستخلصه ويروح كيف أنا؟ ليش أجي وحط له بنك وحط له فيه فلوس وحط له فيه هذا؟ أساس يحكمون تجار الإقامات؟ من هو؟ هم الحكومة الشؤون. أنا ما علي من تجار الإقامات، أنا علي من شركة تجيب عملتها من خارج ولا من داخل، مالي شغل فيها. لي عملي هذا ينجز على فترات معينة ودفعات فلوس معينة، هم بغى ياخذها من البنوك المحلية، هم بغى ياخذها من البنوك اللي انا عندي مستخلصات. ليش انا اجي واحط واعذب نفسي واحط لي بنك واحط فيه موظفين واحط فيه عمالة علشان مقاولات؟ يعني الوضع فيه شوي يعني طلاسم ما فكناها. ايش قصدك بالطلاسم هذه يا ابو نايف؟ يعني ما فكناها. يعني البنك هذا تجيب بنك علشان انك تحط مقاولات، المقاولات من عوري الدنيا كل الناس سواء عندك ولا في الخارج ولا في العالم كله. يعني انت معترض على خطه التنميه على الشركات الخمسه اللي بتنشئها الحكومه؟ ما في داعي، ليش تنشيها انت؟ ليش تنشئ شركات؟ على اساس يقول لك هذه الخصخصه وهذه عمليه تطوير البلد. تطوير البلد بامكانك، اللي بيطور نفسه يطور نفسه، انت الحين او انا والثاني. يبي يروح يعمل له شركة مقاولات، يروح يعمل شركات فيه وضع وتصنيف للمقاولات، وفيه شركات تامة مثل الأحمر. بس من خطة التنمية الخصخصة أبو نايف، إنشاء الشركات، شركة الكهرباء، شركة هذه شركة الكهرباء أصلاً ما جاء لها دور اللي هالحين في التنمية. شركة الكهرباء هذه قائمة ما خلت مستخلصات، هم ما خلصوا من تمويلها. الآن اختلفوا على التمويل، من البنوك التمويل ولا من الحكومة تمويل والله الشركة؟ والله يطول عمرك، الشركة الكهرباء قائمة الآن، ما تبي يعني اللي هي وزارة الكهرباء تبي تخصصها خصصها من بكرة كيفك، تجي شركة تأخذها. الصحة تبي تخصصها تخصصها، لكن هناك عندك مرفقين ما يجب أنها تخصص إلا هما، اللي هما التعليم والأمن، هذا ما تقدر تخصصهم. ما لهم أي نعم، هذولا ما تقدر، هذا إجباري. عشان تبني جيل لازم تدفع كلفة على التعليم، على أساس تبي استقرار وأمن
وطمأنينة عزز الأمن. زين قبل ما نروح على الأمن بنايف، إيش رأيك في تخصيص القطاع النفطي؟ القطاع أنه أحد يقدر يخصص شريان حياته، بلد دخلها 97% من الدخل القومي من هالبترول روح أخصصه؟ إذا خصصت البترول خلاص ما لي وجود. البترول ما يجب أن يخصص، والبترول المفروض أن احنا الكويتيين تدفق البترول عندنا من 48، المفروض أن نخبره احنا هالحين بالبترول، ندرس الناس. احنا الحين لحد الآن يقولوا ما نملك الخبرة. إيه ما ليه الحين ما نملك الخبرة؟ ما نملك الخبرة لأن ما في مشكلة. ليش ما امتلكنا الخبرة؟ والله ما فيه غياب ذهني. غياب ذهني كلمة كبيرة. غياب ذهني يعني شلون؟ غياب ذهني فيه غياب ذهني طبعا. شلون غياب ذهني ابو نايف؟ انت على مرفق النفط، ها لازم ان النفط هذا ما تخلص منها انت مسؤولياتك. وزير كم مسؤوليتك؟ 4 سنوات، ها الحين 6 اشهر، 4 سنوات، سنتين بقصة. وبعدين المدير اللي يبي يبقى بعدك يكون اكثر منك درايه واكثر منك اخلاص. حط المدير، شنو هالمدير اللي تحطه؟ مواصفات المدير اللي تحصل. ايش رايك في تعيين القيادات ما دام تطرقت؟ طبعا هو الان القيادات نسمع عن اخو نائب، زوج نائبه، ولد عم فلان. شوف الناس اليوم جددوا لقياديين، انا ماني مع انهم قالوا حيقيمون القياديين. شوف الناس، رضا الناس غايه لم تدرك. انزين شفت وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب هو أنجى سبل التطوير. حلو، وهذا مطبق الآن؟ لا ما هو مطبق، وحنا تحذرنا منه. تكلمت مع حد يا أبو بلان؟ طبعا تكلمت مع رئيس الوزراء وتكلمت مع قيادات كثيرة وقلنا الوضع، ونبهته على النقطة. اي طبعا نبهنا، أول ما حذرنا منه قلنا إذا جاك هالنائب اللي طاير شليله يبى مفتاح الانتخابي يصير مدير ولا وكيل، طلعوهم على الباب. كفو. تكافأ الفرص بين الناس واجب، ووجوبه منه عليه على اللي في المسؤوليه.